قام تلفزيون النهار من خلال برنامج ضيافة ربي للزميلة عائشة بوزمارن ببث قضية عم أحمد الذي يسكن داخل هذا الكوخ العديد من المحسنين الذين سارعوا للتكفل بعم أحمد الذي خلف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. على المباشر زميلة عائشة بوزمارن المتواجدة بزيرالدا لموافتنا بجديد عمي أحمد. مساء الخير عائشة. مساء الخير محمد. يعني محمد تشاء الصدف أنه في كل مرة تقاسمنا أنت الفرحة تاع الحالات اللي تمر معنا في برنامج ضياف ربي على المباشر. الحمد لله. ونتمنى لك التوفيق عائشة في برنامج ضياف ربي. شكرا جزيلا لك محمد. يعني كما سبقت وذكرت أنه الحمد لله من خلال برنامج ضياف ربي كل الحالات اللي تمر معنا بقدرة الله سبحانه الحمد لله يتم التكفل بكل هذه الحالات، وإحنا أكيد نقسمكم كل هذه الفرحة معكم مشاهدينا وعلى المباشر من خلال قناتكم النهار. اليوم محمد الفرحة تعمنا جميعا لأنه عم أحمد اللي تذكروا معنا بث منذ أول أمس عبر قناة النهار، هذاك الشيء الذي يسكن في كوخ منذ أكثر من 15 سنة وحده. نقول لك الحمد لله أنه هبة تضامنية كبيرة من طرف الجزائريين تم التكفل بعم أحمد، واليوم راهو في منزل لائق كما راكم تشوفوا عفوا معنا على المباشر. أكيد فيه محسنين كثار لبوا طلب عم أحمد وتكفلوا بحالته. معنا كذلك صفحة بلال وناس الخير يرافقونا في كل مرة لفعل الخير. إذا مشاهدينا بدون إطالة احنا نروح نشوفوا عم أحمد اليوم راهو في بيته. عم أحمد صباح الخير أو مساء الخير، لأنه أنت هذا وين نط عم أحمد، حنا دخلنا عليك هكذاك نوضناك. مبروك عليك الدار. الله يسلمك. مبروك عليك الدار إن شاء الله تكونها بالربح إن شاء الله. واش قلنا عم أحمد؟ واش نقول لكم؟ الله يكثر خيركم، كثر خير أصحاب الدار هذا، وكثر ثم إمساء قناة النهار كل صفحة تبيل الناس وكثر خير صحاب النهار اللي داروا فينا الخير. واش نقول؟ هذا واش نقوله؟ الحمد لله. راك فرحان اليوم عمي أحمد؟ راني فرحان لاباس الحمد لله. الحمد لله. من الكوخ؟ من الكوخ هذاك 15 سنة وأنت وحدك في الكوخ، احكي لنا اليوم هذا الشعور عمي أحمد. إيه واش نحكي؟ راني فرحان وما عندي، تبارك الله فيك. واش نزيد نقول؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني عمي أحمد هنا راك لابس كالي شارب الحمد لله، رانا نشوفوك الله يبارك عليك، راك منور، زادك زدت النور، كنت منور مقبل وراك الآن منور أكثر. نعم بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيكم ويكثر خيركم ونشكركم ونساكم ربي معاه. ربي يطلع فيكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وإحنا ما عندي فهم ما نقولوا، وش نقول؟ احنا المهم تكون فرحان ومستقبل والله هذا الحمد لله. كذلك مشاهدينا عم أحمد ما راهوش هنا وحده في هذه الدار، وانما فيه محسنين كثار جزائريين راهم يتكفلوا بحالته، من بينهم خالتي فضيله راهي تسهر على رعايه عم أحمد، يعني من الفطور ماكله، يعني تغسل له وتنظف له المنزل. هي معنا خالتي فضيله. صباح الخير خالتي فضيله، جيناكم على الصباح كنراقد عم أحمد. مرحبا بكم. نعم تفضلي، احكي لنا عم خالتي فضيله كيفاش، اسمحي لي فقط، كيفاش يعني استقبلتوا عم أحمد؟ كيفاش نظفتوا الدار؟ كيفاش راكم قايمين به؟ تفضلي. السلام عليكم. احنا كي شفنا في التلفزيون بفضل عصام والباباج تاعو عيطنا له، شفنا جارنا هذا عنده هذا الدار، قلنا نتكفلوا به حنايا مع الجيران. الحمد لله مولا بيتي كاع الناس اللي معانا وناس الخير ثاني هما اللي ثاني ساهموا معانا بزاف بزاف. اي نشكرهم، جبناه لهنا الحمد لله. ليجان عندي ليجان دوشولو وساولو ورانا متهلين فيه، والحمد لله هذا بفضل ربي سبحانه والحمد لله. وبناس الخيره ماشي انا اللي ندير اللي عليا، وناس الخير كثر خيرهم، وعصام ناس كنا انت مثل في الاخلاق نشكره بزاف بزاف. عصام تبارك الله فيه، ربي يجازيه ان شاء الله. ونشكره ثاني قناه النهار هي اللي راهي تورينا في الناس، احنا ما نعرفوش الناس، ونشكرها بزاف بزاف قناه النهار واش يدير. شكرا لك خالتي فضيله، وحنا نشكروا امثالك لانه راكم واقفين وديروا الخير، يعني كثر خيركم وربي يجازيكم ان شاء الله.
إن شاء الله. إذا مشاهدينا حبيت نقول لكم كذلك أنه ليس هذا فقط، وإنما عمي أحمد حني يدوك عند الطبيب إن شاء الله باش تعالج على عينيك، قالوا لي حني داويوك إن شاء الله. إن شاء الله قالوا لك رايح عند الطبيب. أكثر خيركم. نعم تفضل تفضل عمي أحمد. أكثر خيركم واش نقول أنا؟ أكثر خير نهار وأكثر خير صاحب الجلال دا واش نقول لكم؟ الحمد لله. أنا وأنا اللي فرحان الحمد لله. الحمد لله، والدوار مقيمين بكلش جابوا لك. لا الحمد لله. نعم دوك نشوفوا فقط نوريكم الدوار، الحمد لله تسمى بالتكفل بعمي أحمد والحمد لله. معنا بلال. مرحبا بلال، في كل مره ترافقوا النهار من اجل ادخال الامل والبسمه والفرحه، احنا نشكروكم كثير. يعني واش تقول لنا على قضيه عمي احمد؟ بون السلام عليكم. انا اول شيء نشكر قناه النهار، يعني هي راهي تودنا في هذه الحالات باش حنا ان شاء الله نقدروا نديروا اللي قدرنا عليه. وعمي احمد كما شافوه كاع 42 ولايه، احنا شفنا على الكات عمي محمد كباقي الحالات. عمي محمد انسان 80 سنه، عاش 15 عام في كوخ. السخان عليه، الشتاء عليه، حنا الحمد لله يعني تلقينا النداء وكنا سباقين في الحالات عمي احمد. رحنا ليه هضرنا معاه، كانوا الناس زيرالدا يهضروا معاه، الاخت خالتي ويما فاضله جزاها الله كل خير. البارح استضيفونا يعني ضيافه ما شاء الله وجزاهم الله كل خير، هما وناس زيرالدا قايتيك. وعمي محمد راهو بور ليستون راهو هنا عند في هذا البيت لمده شهرين، وحنا توعدنا امام 40 مليون جزائري وهذا المشاهد اللي نشوفوا فينا باللي مور شهرين حنا نتكفلوا به، نكريو له عام ولا عامين وراه معنا يعني حاجه ما نخصو. هذا وعد منا صحة بلا وناس الخير. والحمد لله ربي وفقنا لهذا العمل الخيري، نحمد الله تعالى على هذا العمل. عمي احمد يعني كباقي الحالات هذه هي، احنا نتوعدوا امامكم وامام المشاهدين باللي نكفلوا به حتى ان شاء الله ربي يفتح عليه ان شاء الله. نعم حمزه كذلك يلتحق بنا، تفضل حمزه. عمي احمد قبل ما نمدوا الكلمه لحمزه حبيت نعرف كي شافوك في النهار والحصه ديالك، هل ربما الفاميليا ديالك اتصلوا بك، العائله ديالك؟ ما كانش يتصل بيا حتى واحد من العائله. جا واحد العباد قال لي حنا نكوه وحده ومن بعد نزلوا يقولوا. وخوك تاع فرنسا ما عيطلكش؟ لا ما عيطلك حتى واحد. دار عمك والو واحد ما كاش. نعم اش اللي عيط لي كاع؟ معليش حنا هما ولادك وحنا هما العائله ديالك. بارك الله فيكم وفيك بركه وربي يطول في عمرك ان شاء الله. حمزه نشكركم كثير لانه راكم تقوموا بعمل جبار، انا فخوره بكم صحيح، لانه في كل مره نبثوا اي حاله تتسارعوا لفعل الخير الحمد لله ويتم التكفل بها حقيقه. حمزه قلنا انه هذا الدار مؤقته ان شاء الله، حين تكريوا له يعني من بعد شهرين ان شاء الله تكريوا له، حالته الصحيه كيفاش حين تكفلوا بها؟ بون بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك اختنا عائشه وقناة النهار. نعاود نولي للكلمه اللي قلتيها، احنا نتكفلوا كاع بالقضايا اللي جوزتوهم ولا اللي ما عرفوهمش ولا الحمد لله، وهذا فضل من فضل الله. اما في القضيه تاع عمي احمد حالته صحيه ان شاء الله، بعد الويكاند هذا ان شاء الله راح نقوموا له كاع بفحوصات، حبينا نديو حتى عند طبيب وعلى عينه ونشوفوا واش عنده، ما الا كانت تطلب عمليه نديروا له عمليه، ولا كانت تطلب دواء نديروا له دواء. وهذا ما كان، احنا وعدنا امام الله وامام 40 مليون جزائري انه صفحت بلال والناس الخير راح تتكفل هي بهذه القضيه تاع عمي احمد ان شاء الله ربي اللي يوفقنا. وحنا كاع ما نساوش حاجه، نشكروا بزاف هذه صفحه زيرالدا، يعني كل انت المثل الاعلى في الاخلاق يعني، وخونا عصام بزاف والاخت اللي معاه وختي فضيله، يعني والله العظيم شهاده لله، راهي قايمه بواحد الواجب ربي عالم به. خونا سيدي عليه في الخفاء على بالنا بلي ما يحبش يبان. واش حبونا نقول لكم؟ نقول لكم بلي عمي احمد تكونوا مهنيين عليه من نهار الحد ان شاء الله يعاود يولي عند الطبيب تاعو. شكرا جزيلا ليك حمزه. تحب تقول لنا كلمه سيدي؟ تفضل معنا بايجاز. نعم تفضل. نعم تفضل باختصار، واش تقول لنا كيفاش راكم قايمين بعمي احمد؟ والله العظيم انا جيران كاع يدخلوا عنده في الليل ونقصروا معاه وصاروا معاه ما خلوش وحده. وراه ياكل واش ناكلوا حنايا وعادي كاع عادي، وراه زيان راه تبدل كاع، راك شوفي راه تبدل. عمي محمد الحمد لله راك مليح لاباس؟ الحمد لله.
وعند جيران والله على كل يوم كل يدخلوا عنده والحمد لله. ايه وجماعتنا لازم خير. بارك الله فيك عائشة. بارك الله، شكرا جزيلا. والجميل مشاهدينا ايضا انه احنا الحمد لله التوأم الخير اللي بينا وبين صفحه بيان وناس الخير هو انه صحيح يتكفلوا بالحالات، ولكن المهم هو انه بعد ما يتكفلوا بهم يقعدوا دائما يداوموا على زيارتهم وتفقدهم، يعني اي حاجه تخصهم يروحوا لهم، ماشي فقط يتكفلوا بهم وينساوهم. وانا نشكرهم من هذا المنبر. نعم احنا والله غير كنا نهضر احنا نقولوا صفحه بيلال وناس الخير يعني فخورين جدا نتعاملوا معكم في الخير. احنا رحنا صفحه نتعاملوا غير للخير ان شاء الله ربي يوفقنا والتوفيق من عند الله ومن عند المشاهدين الكرام تاعنا. بارك نعم بارك الله فيكم وصحه فطوركم وربي يهنيكم ان شاء الله. كلمه اخيره ربما حمزه باش نختموا. نعم تفضل. انا بون اول شيء واخر شيء انا كما يقولوا ماشي ريا نشكر قناه النهار والله العين العظيم هي لا سول شان لي في الدار اللي نتبعوها انا وزوجتي تاعي والاهل تاعي قاعدتي قناه يعني لاباس بها وتبت امور اللي يستفاد منها المواطن الجزائري. ونشكر الاخت عائشه راهي معنا يعني في الميدان اجور هذه هي. وبارك الله فيكم. انا قلت لك ان شاء الله توأمة خير ما بيناتنا ان شاء الله لانه نديروا الخير ان شاء الله. ربي قدرنا وان شاء الله دعاوي الخير هذه تاع الجزائريين كلها ان شاء الله حنلقاوها هكذا حمزه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم خالتي فضيله، شكرا جزيلا لك. سلمينا على كامل الجيران قول لهم كثر خيركم وربي كثر مثالكم ان شاء الله. عمي احمد حنا نخليوك واش تقولنا في الختام عمي يا خويا؟ كثر خيركم وتبارك الله فيكم. هذا واش نقول لكم انا واش نقول؟ نعم دعوة خير، دعوة خير لهاد الناس اللي يعاونوك يا خويا كثر خير خيرهم والله يعطيهم ما يتمناه. واش نقول؟ الحمد لله. والله الحمد لله على الكار. يعطيك الصحة عمي أحمد. إذا مشاهدينا الحمد لله الجزائر مازالها بخير بولادها بشبابها بنسائها برجالها بدعوات الخير ديالكم كلكم. طبعا ما ننساوش صاحب الدار هذه اللي فتح لها عمي أحمد واستقبلوا عنده في أحسن ظروف كما راكم تشوفوا لأنه الصورة وحدها تعب. احنا نشكروا كل المحسنين اللي ضامنوا مع عمي احمد ومع حالات الاخرى ان شاء الله حين نقول لكم في الاعداد اللاحقه. احنا وصفحه بلال وناس الخير ترقبونا هكذا ان شاء الله لانه الخير مازال جاي ان شاء الله. احنا في العشر الاواخر ندعيوا انه ربي يحمي بلادنا ويحمي كل الجزائريين ويحفظ اخواتنا وين ما كانوا ويشافي مرضانا ان شاء الله. اذا عوده ليك زميلي محمد. شكرا جزيلا لك عائشة وعلى حصة ضياف ربي التي لقيت استحسان كبير من قبل كل المشاهدين وتعتبر من الحصص الأكثر مشاهدة هذه السنة خلال شهر رمضان.